يا مريض بقى مقابلني، نيفو عندي الفوق سايب تقارني، جيني فواص فواص بلا ما تجاملني. بنادم مريض تقدلو كتاف ما بغاتش يصومني، لحت استراك وغير حاضيني اول اي زومي. السلام عليكم، معكم يوسف دليل. 15 عام، كنقرا في الثالثة اعدادي التاسعة، و اصغر يوتيوبر مغرب. كتلافهم ترواطة وكتحلمو بكلاطة وكارون سيكو اوزي غتبقاو ديما بوزي وخا ضربو دايما كوسطاطات برونزي. يوتيوب اول حاجة كانت شحال هادي، يلا بدات اليوتيوب بدات كتشهر، وتا انا قررت باش نوض ندير كحتاج كنت اصلا كنشارك في بزاف ديال المخيمات، و ديك الساعة واحد الشخص قال لي ادخل علاش ما ديرش يوتيوب، بدا الهواية اللي عندك ديال التمثيل والكوميديا حاول تخرجها في يوتيوب وراك غتنطارق ان شاء الله. وتي اللي درت، رجعت من المخيم صورت بزاف ديال الفيديوهات حتى وصلنا الفيديو اللي دار الباز ديال التحدي تحضير الجيم. اول حاجة التحدي كان ديك الساعة كنديرين بزاف ديال الناس كيدوا على الجيم، ديك الساعة قررت انا نخشي راسي تما ودرت فيديو ودلت شهر عاد دار البوز نط انا خرجت للزنقة. قال لي واحد الشخص قال لي راك درتي البوز كنت ويلي، طلعت للدار بحال هكا جات عندي خالتي قالت لي راه كنوجه لها تحية من هنا، قالت لي راك درتي البوز حتى هو اوه صافي. وانا ديك الساعة فهمتي فرحت بزاف، بقيت كنتشجعت عاوتاني باش نطلع فيديوهات بزاف. لا انا عزيز عليا هاد الهواية، قلت علاش ما نوضش، حيت ديك الساعة كانوا بزاف ديال الناس مساين ديني واللي هما عائلتي وبزاف ديال الناس اللي باغيين يطيحوك، وما كنتش كنتسوق لدوك الناس بزاف واللي هما كانوا من صحابي كانوا كيقول لي تخربيق داكشي اللي قدرت اللي كدير وصافي. بقيت مكمل لراسي نقول لهم واخا ماشي مشكل احسن وصلنا الحمد لله. اول حاجة يوسف دليل، انا يوتيوبر ولكن مشروع فنان، واخا باقي صغير ولكن عندي بزاف ديال الحوايج في راسي كنقدر فهمتي كنقدر نتقمص اي دور عطيتي ليه كنتقمصو، كنحاول معاه وكنتقمصو بحال مثلا الراب نقدر نبقى لاعب عليه تنتقمصو، نقدر عاوتاني التمثيل اي حاجه. وبعض المرات كنبقى نشوف في التلفازه افلام مغربيه كيبان لي شي ممثلين واخا قدام ما كيعجبونيش في الاداء ديالهم، وداكشي علاش كنتحداهم ولا ماشي تحدي كنقدر ندير الاداء احسن منهم واكثر، هادشي كنرجع للثقه في النفس والحمد لله. اي دومين كنشوف راسي فهمتي راه قلت لك انا كنتقمص غطيني شي لعيبه غنلعب عليك ما كاينش. تقول لي عندنا واحد الراب نجي نرابي معاك، تقول لي عندنا سميتو مسلسل نجي نمثل معاك، تقول لي عندنا فيلم سينمائي نجي نمثل معاك انا ما، ولكن هادشي راه ماشي ما كيعنيش انني هادشي الهوايه ديالي هي الاولويه، لا راه الدراسه ديالي هي الاولويه وهادشي كنديرو غير في الاوقات الفارغ. اول حاجه تعرفت عليه هو كان خدام مع الاب ديالي، واقترحت الاب ديالي واقترح عليه الساعه تلاقينا بقينا كنكتبو تراكات حتى لحد الان، ودرنا تراك هذا الفيتورين صراحه خدمنا عليه بقينا كنكتبو والحمد لله طلعنا كنا صورنا راه طلع فلاشين ديال يوسف ديالي. السلام عليكم، معكم حمزه غوست، الاسم ديالي في الفن هو مستر غوست كيلر. بديت الراب في 2010، لقيت اللي كانت في هذيك الساعه الراب يعني كنقولوا ما عطيش بزاف، ما كانوش الاستوديوات بزاف وما كانوش بزاف ديال الفرص فين غادي تبان، كان حتى يوتيوب ديك الساعه ما كانش يعني في السوشيال ميديا شي حاجه، كنت ما يوتيوب لا بتلوح فيه شي حاجه ما كاينش اللي مسوق فيه ماشي بحال دابا اللي ولاو استوديوات بزاف ولاو الدراري كيديروا البرودكشن ولاو الكلميت بيكرز اي واحد كي كومبوز لي زانستري. حاليا كنتبعش على الدومين حتى تعرفت على الاب ديال يوسف اللي كان انفيتاني باش نخدم مع يوسف شي تراكات ديال الراب. الحمد لله كنا خدمنا واحد ثلاثة ديال لي تيتر ديال الراب، اول تيتر كنا خدمناه كلاش، كان موجه لليوتيوبر اللي كانوا كلاش ويوسف دليل، كنا خدمناه في الاول ومن بعد قال لي علاش ما تخدمش معايا في التراك الاخر باش تغني مورسو ديالك.
قلت لي ماشي مشكل واخا انا هادشي ما كنت صافي ديجا بعدت عليه ما بقيتش باغي نرابطي وما بقيتش باغي نعرف شي حاجه سميها الموسيقى ماشي حكم حيت انا ما عنديش مع الراب ولا شي حاجه غير صافي انايا ما بقاش عندي القانه باش نرابطي ونحط مورصوات ونحط داكشي صافي الحمد لله ملي حطينا التراك وداكشي بنادم تيجي يقول لك تراك زوين تراك ناضي تراك هادي يعني كتزيد عاوتاني تحمس بحال اللي كنرجعوا في ديك الانرجي ديال شحال هادي اللي كنت كنحس بها في 2010 وداكشي يعني كنبغي داكشي كنت بغي نرجعو او ميم طوم اللي كنريح مع راسي كنقول لا صافي ما بقيتش كاع باغي ندير هذا الراب كاع ايوا الحمد لله دابا الا كانت شي حاجه من القدام شي بروجي جديد شي حاجه راه غادي تشوفوها ان شاء الله صراحه انا الراب ما بغيتش نكونتيني فيه علاش حيت صافي دابا انا الراب دوز فيه واحد الوقيته بارك الله يجعل شي بارك بغيت ندير شي كونسيبت جديد مثلا بحال رياكشن يعني غتبقى عندها في كوطي ديال الراب يعني ما غنفوتش الراب رياكسيون بزاف ديال البلانات اللي في الراب نقدر ندير ماتريال في الدار ونسجل الدراري بزاف ديال الحوايج سيبورتي الدراري اللي ما اللي باقيين يلاه بادين في الراب وباغيين يوصلوا في الراب وشي حاجه يعني داكشي انايا يعني هوايه عندي انا يعني ماشي مشكل سيبورتي الدراري اللي طالعين دابا نخدم معاهم كوبليات نكتب معاه نعلمو كيفاش يرابي هادي بزاف ديال البلانات لا ما كاينش مشكل مرحبا علاش حيت دابا كتسمع كيقول لك انت ضربتي فيتشرينغ مع يوسف دليل ولا لا ما عنديش مشكل يعني انا مال يوسف دليل لا انت وراك سمعتو التراكات راه كيغني احسن من شروابا والله شكي غني احسن من شروابا باش يقول لك ضربتي بغيت تبان على ظهرو انا داكشي اللي كيدخل منك كيخرج من انا عارف شنو هي النوايا ديالي وعارف علاش يعني ماشي كاين اللي كيقول لك انا ارتيست تراب زعما راه معروف ولا شي حاجه ما خصنيش نضرب مع شي واحد اللي ماشي رابور ولا شي حاجه بالعكس يعني حنايا هادشي فهمتينا كنتقاسموا المواهب عندي شويه كنعطي لهذا وهذا يعني ما كاينش الحسد وما كاينش الحق هذا احسن مني ولا هذا يعني في الدومين هذا بنادم يتقاسم عندك شي موهبه اقسم مع اخوك عطيه لهذا انا ما ناقص في المونتاج كاين اللي غيمونطيني ما كنعرفش ندير البيت نعطي لواحد صافي داكشي كيدور يعني سيبورتي الدراري وسيبورتي العشرين والله يسر على الجميع بوسيبل 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 حيت دابا النيفو غادي كيتزاد لك تي لاحظتي شتي التراكات الاولين ديالنا اللي خدمنا كتلقى النيفو غادي كيطلع يوسف هو غادي تيكبر يعني لا فو ديالو الا سمعتيه في الا سمعتي الكوبليات الاولين ديالو وكيفاش كان كيراب يعني كيبان لك الصوت باقي صغير بارابور مع الفيديو كليب اللي صورنا في الاخر تراك يعني كيبان لك حتى لا فو ديالو تزادت تحسنات يعني كتقول لك يرابي مزيان ولا عنده دي بونش لاين كيحط بارول يعني انت في السودوك ما بقاش داك في الاول كتبقاش غلط وداك الشيء حيت غتعذر واش ماشي راب كيف قال لك يعني تعطي اي حاجه غادي يشدها يعني انا جربشو يعني ملي كنخدموا واحد كنريحو وكنكتبو هادي طاطن كنقول لي شي لعيبه هادي كيفاش غتلعبها شي حطه ما كتلقاش مشكل لا ما كاينش مشكل بابو مع شي رواب كتلقى حيت كله كيرابي وباقي ديكالي ولا باقي كيدير ما هو الحمد لله بخير يعني بحال كتقول موهبه ميستر دي اي حاجه كتحطها لك يحطها كيف ما حطيتيها آه مرحبا الميساج اللي بغيت نوصل للدراري هو الا عندك شي حاجه بغيتي تحطها ما تبقى تسمع الهضره ديال البنادم حيت بقيتي كتسمع الهضره ديال البنادم لا انت ما الدومين ما عاطيكش ولا درتي شي كليب مثلا وجا شي واحد تيقول لك هذاك الكليب راه عيان ولا حامض بالنسبه لي انا درت واحد ليفور خدمت عليه ملي كتخدم كليب راه ماشي ساهل راه كتمشي كتشوف اللي غيصوب لك البيت كتمشي للستوديو كتريكوردي كتمشي تشوف اللي غادير لك المونتاج كتختار لي بلون اللي غادي تصور فيهم الو راه خدمه انت كتخدم على واحد 2 سيمانات 3 سيمانات كاين شي واحد تيخسر عليك تراك عيان راه ما يمشي مشكل تقول لي تراك عيان ولكن انا عارف تعذبش عليا كيعجبني انا وعجب الناس اللي كيعرفوني الله يجعل شي بارك ما حتاش واحد اللي غيجاوب باغي يفشلك ولا باغي يطيح لك المورال يقول لك تراك عيان مع انه ما كيدير حتى شي حاجه في حياته مقابل كيكريتيكي كيف الناس تيقبل الاحلام ديالك وصل لاش باغي توصل الهضره ديال بنادم ما عندك ما دير بها انا واخا يقول لي الاخر عيان ماشي غدا غنصافي غنقول لا انا مابقيتش باغي الرابي ولا هادي ولا غدا بالعكس هذاك كيزيدني انرجي اخرى باش نعاود ندير شي حاجه اللي محسن انا بالعكس اللي كينتقدني احسن ما داك يقول لي احسن ولا كنولي نزيد انرجي اخرى باش هذاك الاخر نصدمو مره الجايه الا بغيت تسمع شي حاجه واخا مع العلم انه عمره ما يقول لك انت راك واعر ديما غيبقى ينتقدك حيت ينتقدك في الاول لا ما كاينش مشكل مرحبا علاش حيت دابا كتسمع كيقول لك انت ضربتي فيتشرينغ مع يوسف دليل ولا هاد ما عنديش مشكل يعني انا مال يوسف دليل لا انت وراك سمعتو التراكات راه كيغني احسن من شروابا والله شكي غني احسن من شروابا باش يقول لك ضربتي بغيت تبان على ظهرو انا داكشي اللي كيدخل منك كيخرج من انا عارف شنو هي النوايا ديالي وعارف علاش يعني ماشي كاين اللي كيقول لك انا ارتيست تراب زعما راه معروف ولا شي حاجه ما خصنيش نضرب مع شي واحد اللي ماشي رابور ولا شي حاجه بالعكس يعني حنايا هادشي فهمتينا كنتقاسموا المواهب عندي شويه كنعطي لهذا وهذا يعني ما كاينش الحسد وما كاينش الحق هذا احسن مني ولا هذا يعني في الدومين هذا بنادم يتقاسم عندك شي موهبه اقسم مع اخوك عطيه لهذا انا ما ناقص في المونتاج كاين اللي غيمونطيني ما كنعرفش ندير البيت نعطي لواحد صافي وداك الشيء كيدور يعني سيبورتي الدراري وسيبورتي العشرين والله يسر على الجميع
بوسيبل 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 حيت دابا النيفو غادي كيتزاد الاقتراح حتى شتي التراكات الاولين ديالنا اللي خدمنا كتلقى النيفو غادي كيطلع يوسف هو غادي تيكبر يعني لا فو ديالو اللي سمعتيه في الا سمعتي الكوبليات الاولين ديالو وكيفاش كان كيراب يعني كيبان لك الصوت باقي صغير بارابور مع الفيديو كليب اللي صورنا في الاخر تراك يعني كيبان لك حتى لا فو ديالو تزادت تحسنات يعني ولا كيرابي مزيان ولا عنده دي بونش لاين كيحط بارول يعني انت في السودو ما بقاش داك في الاول كتبقى تغلط وداك الشيء حيت غاتعذر واش ماشي راب كيف قال لك يعني تعطي اي حاجه غادي يشدها يعني انا جربته يعني ملي كنخدموا وحك نريحوه كنكتبوه هذه الطن كنقول ليه شي لعيبه هذه كيفاش غتلعبها شي حطه ما كتلقاش مشكل لا ما كاينش مشكل بابو مع شي رواب كتلقى حياته كلها كيرابي وباقي ديكالي ولا باقي كيدير ما هو الحمد لله بخير يعني بحال كتقول موهبه ميستر دي اي حاجه كتحطها لك حطها كيف ما حطيتيها لي مرحبا الميساج اللي بغيت نوصل للدراري هو الا عندك شي حاجه بغيتي تحطها غتبقى تسمع الهضره ديال البنادم حيت بقيتي كتسمع الهضره ديال البنادم لا انت ما الدومين ما عاطيكش ولا درتي شي كليب مثلا وجا شي واحد تيقول لك هذاك الكليب راه عيان ولا حامض بالنسبه لي انا درت واحد ليفور خدمت عليه راه ملي كتخدم كليب راه ماشي ساهل راه كتمشي كتشوف اللي غيصوب لك البيت كتمشي للستوديو كتريكوردي كتشوف اللي غيدير لك المونتاج كتختار لي بلون اللي غادي تصور فيهم الوغ راه خدمه انت كتخدم على واحد 2 سيمين 3 سيمين كاين شي واحد تيخسر عليك تراك عيان راه ماشي مشكل تقول لي تراك عيان ولكن انا عارف تعذبش عليا كيعجبني انا وعجب الناس اللي كيعرفوني الله يجعل شي بارك ما حتاج واحد اللي غيجي هو باغي يفشلك ولا باغي يطيح لك المورال يقول لك تراك عيان مع انه ما كيدير حتى شي حاجه في حياته قابل كيكريتي كيف الناس تيق بالاحلام ديالك وصل لاش باغي توصل الهضره ديال البنادم ما عندك ما دير بها انا واخا يقول لي الاخر عيان ماشي غدا غنصافي نقول لا انا مابقاش باغي الرابي ولا هذه ولا غدا بالعكس هذا كيزيدنا انرجي اخرى باش نعاود ندير شي حاجه اللي محسن انا بالعكس اللي كينشاقبني احسن ما داك يقول لي احسن ولا كيولي نزيد انرجي اخرى باش هذاك الاخر نصدمو مره الجايه بغيت نسمع شي حاجه واخا مع العلم انه عمره ما يقول لك انت راك واعر ديما غيبقى ينشاقك حيت نشاقك في الاول هذا هو الميساج اللي غنوصل للدراري امنوا بالقدرات ديالكم اللي عندك شي موهبه حطها هضره ديال البنادم ما عندك ما دير بها ما تسمعش هضره ديال البشر وصل لراسك وحاول سيبورتي راسك عندك لقيت ما سيبورتي سيبورتي حيت بنادم فلا سيبورتاك من بعد غادي يمنع لك يقول لك فوالا راه انا اللي درت لي انا اللي فعلت لي انا اللي تركت لي انا اللي هادي سيبورتي راسك كاين الحمد لله الدراري اللي كيسيبورتيو في خفاء كيدير معاك اي حاجه وما يقدرش يقول انا اللي درت لي وانا اللي فعلت لي هاد لي جوناد تبارك الله كنوجه لهم تحيه تبارك الله عليهم والله اول حاجه كنشكر الرابر ديالنا مستر غوست كلا كان بابا انفيتي باش يخدم معايا تراكات ديك الساعه حتى كانوا كيكلاوشيوني بزاف ديال اليوتيوبرز مبغاو شي بعادو مني وخدمنا انا وياه وتلاح تراك الاول واللي عجب بزاف ديال الناس وكرجع عليه الفضل الاول حتى خدمنا انا وياه واللي عيط على المصور اللي صور لينا واللي قال المناطق اللي نصوروا فيهم ودار تراك ثاني عاوتاني وصل جا التراك هذا وبروبوزيت عليه باش نخدموا هذا الكليب فيتشرينغ وعجب بزاف ديال الناس منهم العائله ديالي وهو كما سمعتوا شي انا يقول لي غير عائلتي ودك الناس اللي كنعرفهم راه زوين وبلا ما يقول لي شي واحد اخر راه غنفرح كان عاجبني كما قال كما كان عاجبني التراك راه غي صافي هذاك الشيء هو اللي باغي انا اما باش نوض شي واحد في الرياكسيون وتبدا يقول لك شي راه تخربيق ولا داكشي والله ما مهتم لداكشي انا بالعكس راه كنفرح وكنعاود نشكره وكنشكر الاساتذه ديالي والاب ديالي والام ديالي اللي تيعاوناتني كنشكرها من هنا والاستاذ ديالي ديال المسرح شعيب كراكشي والاساتذه ديال المدرسه ديالي ماشي ما نقولش الحسد ولكن فهمت داكشي غير النطاق ديال الويب اما الا تلاقيتي مع الزنقه راه غتلاقى معاه تبقى داوي معاه عاد سمعت داكشي راه واخا تخرج مع الزنقه والله شي غدوي عاد وغتفرح تلاقى وغدوي بحال هكا فهمتي في نطاق الويب صح رمضان مبارك للجميع كنشكر المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وكنوجه نداء للمخرجين مدير كاستينغ انا ما كاينش في عمر يا قدي قدر نتحداها حيت هذا السن انا اللي فيه وهادشي اللي كنقدر نديرو انا ما كاينش شي واحد في السينما ولا في التمثيل قدي يقدر يدير هادشي لهذا النداء انا عيطوا ليا رانا موجود دو معايا في الجيميل انا موجود مسلسل سينما اللي بغيتو انا موجود تحدي و
كلمة لشوف تي في. شكرا لكم بزاف, شكرا للاستضافة ديالكم. انا مستر جوست, وشكرا. رمضان مبارك.